خلال 24 ساعة من حملات متواصلة شنتها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة لضبط السلع منتهية الصلاحية الضارة بصحة المواطنين، نجحت وبالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام في ضبط 1162 قضية تموينية، منها ضبط نحو 16 طن حلوى مولد منتج نهائي ومستلزمات إنتاجها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع لإنتاج الحلوى بدون ترخيص بالقليوبية. وبالقليوبية أيضا تم ضبط مصنع منظفات صناعية غير مرخص عثر به على أكثر من 27 طن مواد خام وأكثر من 2000 لتر منتج نهائي للمنظفات الصناعية مجهولة المصدر وغير مدون عليها علامات تجارية. ومن بين القضايا التموينية التي نجحت الإدارة في ضبطها على صعيد التلاعب بالدعم ضبط 3 مسؤولين عن إدارة مخابز بلدية بالإسكندرية استولوا على أكثر من 3 ملايين جنيه من وراء تلاعبهم بدعم الخبز.